بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما خلصنا خطوة الـ Distortion اللي هو ترتيب تسلسل صحيح للصور على الـ Point Cloud، بعد كده بقى هنعمل الـ Texture. الـ Texture اللي هو إيه؟ هندمج الـ RGB Color اللي موجودة في الصور اللي تم تصويرها في الموقع بالـ Point Cloud نفسها، على أساس تدينا إيه؟ ألوان للمكان، فعلا RGB للمكان نفسه. تمام؟ هنقوم جايين الـ Texture هنا ونختار اللي هو اللاير اللي تم عليها الفلتر والأوبتمايزيشن، ونقول له أوكي. طبعا هياخد وقت كبير شوية عشان يعمل التكستشر. فبإذن الله الخطوة هتخلص، هنلاقي فعلا كل حاجة بقت RGB color. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.